السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسعد مساكم بكل خير. اليوم معنا بندقية الكايمن من اي ار ماركس، اللي هي طبعا الاكس كايمن، كايمان اكس. طبعا البندقية هذه تشيكية وتجي بخشب، وخشب باللون الاسود، وتجي كذلك كايمن وكايمن اكس. هذه الفئة الكبيرة، والكايمن العادية اللي هي اصغر من هذه. البندق حقيقة دقيقة، جربتها ما شاء الله تبارك الله، من البنادق القصيرة. طبعا سبطنتها الاكس سبطنتها 52 سنتي، اما اللي اصغر منها سبطنتها 40. طبعا تجي عيار 22 و25، واذا ماني غلطان يمكن تجي اعتقد 17. اسطوانتها 285، 285 اللي هي الاكس، و190 اللي هي العادية الصغيرة. طبعا 300 بار، مخزن 10 طلقات، ويجي معها مخزنين. طبعا الستة، عيار الستة يجي 8 طلقات. الطول 69 سنتي ونص، أما القصيرة 57.5 سنتي. الوزن هذه 3 كيلو، الكايمن إكس، والكايمن العادية 2.49، 2.49 كيلو. الجسر طبعا اللي أنا تمنيت والله إنهم حاطين جسر 22 بالأسفل، اللي هو اليو آي تي. البندق يعني هذه مواصفاتها بشكل عام. طبعا هذه ساعة الاسطوانة، الذراع يجي افتراضي بالجهة الشمال اليسار، هنا يجي فيها مفتاح التأمين، ومن هنا وزن مفتاح السرعة، من هنا بمفك 5، ومن هنا تثبيته لأجل لا يتحرك بمفتاح 2.5 ملي. طبعا تجي طبقتين، خشبة فوق خشبة تحت. الذراع نقدر ننقله من الجهة هذه للجهة الثانية بدون أي تعب وبدون أي مشقة. بوريكم الآن طريقة فكها وسهولة فكها وتركيبها. أول بادئ ذي بدنا نبدأ فيه اللي هو نطلع مسمار حق التأمين، هذا هو يطلع طبعا برا. بعدين نفك المسمار هذا الأول، هو 2 مسامير فقط اللي تمسكها، وهذا المسمار الثاني. فكينا المسمار هذا والمسمار الثاني، الآن نطلع الخشب الأسفل بالشكل هذا. هذا الخشب الأسفل، خشب ما شاء الله فاخر. طيب هذه البندق الآن من الداخل. طبعا الزناد مرحلتين، المرحلة الأولى هذه، المرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية. زي ما تشوفون هنا المرحلة الأولى ما تحرك شيء، الثانية وتقدر تازنه تخففه أو تشد عليه من هنا. نيجي نفك الآن الخشب اللي فوق. طبعا جسر بكتيني 22، كيف نفك الجسر اللي فوق، الخشب اللي فوق؟ كبس فقط، هذا المسمار خابور قصدي، نطلعه زي كذا يطلع، هذا هو فيه ربلة. الثاني من الخلف، هذا هو كذلك ربلة. نطلع الآن الخشب اللي فوق، هذا هو طلع معنا بكل يسر وسهولة. هذه البندق من الداخل، هذه البندق من الداخل زي ما تشوفون. طيب البندق طبعا قبل اني انسى، وش اللي يجي مع البندق؟ يجي معها بسم الله، والله قشنا تقول قش مطلقة على هالطاولة. يجي معها طبعا اللي، ولي جدا جدا جميل
والبلف، ويجي معها قطن تنظيف، ويجي معها محالتين مميزة واحدة عن الأخرى باللون لأجل تعرفهم، وجاء معها كذلك مسمار التنسيم، وجاء معها كذلك وصلة كاتم إضافية زي ما تشوفون تقدر تزودها وتقدر تركبها وتركب هنا كاتم إضافي طويل. أنا والله ما قست السنة بس توضيح. طيب هذه البندقة الآن طريقة نقل الذراع من الجهة الشمال اليسار إلى الجهة اليمين بكل بساطة وكل سهولة. الموضوع موضوع طبعا من الجميل فيها السبرينج اللي هنا لأجل لو رميت انطلق الذراع منك يضرب في السبرينج ويمتص الصدمة. طريقة فك الذراع سهلة جدا، ألنكي 2 ملي تقريبا، نعم 2 ملي، بسم الله. هذا الأول فكنا، بسم الله، وهذا الثاني فكنا. طبعا اللي قدام يكون قصير واللي وراء طويل زي ما تشوفون. نطلع، هذا هو الذراع. نجي للجهة الثانية، وش راح نلقى فيها؟ راح نلقى فيها مسمار فقط، قطعة لكن فيها مسمار فقط زي ما تشوفون. نفكها، ما فيها المسمار واحد اللي هو هذا طويل، ننزله، نطلع القطعة، هذه القطعة. نجيب الذراع ونحط الذراع نفس الطريقة الأولى، نحط المسمار، نشده، نجيب المسمار الثاني، نركب المسمار الثاني زي ما تشوفون. بكذا احنا نقلنا الذراع للجهة الثانية. نجيب القطعة هذه اللي احنا فكيناها نركبها هنا مرة ثانية، لاحظ كيف، والمسمار بالخلف فقط مسمار واحد، لاحظوا الموضوع بكل سهولة نقلنا الذراع للجهة اليمين زي ما تشوفون. طبعا الكاتم مثل ما تشوفون حلقات تقدر تقصر فيه، تقدر تطول فيه، وتقدر تركب القطعة الإضافية وتزود كاتم إضافي. البندق للأمانة جميلة خفيفة والدقة جدا ممتازة على سرعات من 920 تقريبا. طريقة وزن الهامر، طبعا ما راح اتكلم عن المنظم لان لابد يفك الهامر بكل سهوله وكل يسر من هنا. هذا هو مسماره من داخل الخشب، نشد عليه، قبل نشد عليه نفك على السيفتي حقه اللي هو هذا هو واللي اعلى منه، نفك عليه وبعدين نزود على الهامر زي كذا. هذا طبعا يثبت لا يتحرك، فكينا عليه، انا كنت شاده ابرخي عليه شيء بسيط لكن اخذ دقه افضل. بالشكل هذا نكون وزننا. طبعا تازن الهامر بطريقتك انت والبحث عن السرعه المناسبه وسرعه الرصاص المناسبه. هذه البندق قدامكم زي ما تشوفون. نعيد الان تركيبها من جديد بكل سهولة. نجيب الخشب العلوي أو السفلي، أي واحد نبدأ فيه. هذا
هذا طبعا نبدأ فيه كبس فقط. هذا المسمار الأول، المسمار الثاني اللي هو هذا، نحطه هنا كبس كذلك. الحين ركبنا الجزء العلوي، باقي الجزء السفلي. نجيبه ونركب البندق عليه، ونضع أول شيء البلف حق التأمين، دخلناه. نجيب المسمار الأول طبعا، المسمار الأول هنا، وهذا المسمار الثاني ومن هنا نقدر نازل الهامر، ومن هنا نشد على مسمار الهامر لأجل لا يتحرك. هذه البندق فكها وتركيبها سهل جدا جدا. البندق الصدق خيار جميل للي يبى بندق قصيرة وكفاءتها عالية. تقدر كذلك تشيل الخشب إذا ما أنت حاب الخشب. أنا والله ما سبق جربتها، نجربها نشوف لو طلعنا الخشب اللي فوق كيف بيكون شكل البندق. لو تبغى ترمي بالشكل هذا، لكن اعتقد انه لابد ان يكون الخشب عليها لانها شبه، ما ودنا نقول عاريه، شبه مكشوفه. هذه بندق الاي ار ماكس الاكس، الكايمن الاكس للي سأل عنها. وهذا لمحه بسيطه، الله يوفقنا وياكم التوفيق المبارك.